من بعد طلب بزاف تاع الخوت على ريفيو تاع بوز في اخر اي بي حطه تاع ميتا فورس. هاد ريفيو غادي تكون مختلفه على كاع الفيديوهات اللي شفتو في يوتيوب بخصوص هذا الموضوع، بحيث غادي يكون في الراي تاعي الشخصي ديالي انا وكيفاش كيبان ليا بالمنظور ديالي، وقدر تتفقوا معايا وقدر تنتقدوني. في هذا الفيديو غادي تكون رياكشن على اكثر 3 تراكات استماعا في الاي بي ديال بوز. باش تدعمني دير معاك ابوني ما تاخذش من وقتك حتى ثانيه واحده. التراكات اللي غندير لهم ريفيو هما ليام كاج ونستاجيا 3، ويلا بينا. عاش الراب كل عاش من خانو، ليبرتي لكاع اللي روحو في كاج وسكاي بومبيها وحضي فرانو. ويا ليام ليام رحب فينا ظن والدينا، ويا ليام ليام. بالنسبة لأرش ووك تاع أوبي مغيش نهضر عليها بزاف، قدر ما نقول عليها أنها مثالية بالنسبة لذاك الشي اللي باغي يوصل في هاد الأوبي، لأن اليوتيوبر تاعنا فاروق هضر على هاد البلان في الفيديو تاعو. أنا غادي نقول لكم شي حاجة اللي ما نهضر عليها حتى شي واحد في شي فيديو. أول حاجة خاصكم تعرفوا بأن هاد الأوبي تكتبات وتسجلات في واحد المدة قصيرة لأقل من شهر، وهنا في هاد القضية بلا ما نخافوا على بوز لأنه عنده ما يقول في هاد البلان. وأول تراك غادي نبداو بيه الريفيو هو ليام. روبو في الويست ولدو صافي، كنعيش غير دوري دماغي طافي. هنا باغي يقول انك كنعيش غير الدور تاعي في هذه الحياه وما كنفكرش في شي حاجه اخرى اللي ما كاينش في الطريق تاعي. ساهي في الموري وكاسين مكافي، انا راه كنشوف الساعه غاديه كتجري وما كتوقفش، ولكن ملي كنبغي ننسى هذا الشيء كنجرب الكاس. وكيعني بالكاس هنا هو الشراب، راه واخا هكاك راه الشراب ما كافيش، تقدر تشرب ديك الساعه ترفع وتنسى العالم، ولكن ملي تصحى تفكر الواقع المؤلم. مكالمي وفي جنابي شعلا العوافي، انا راه لداخل مكالمي واخا غير في جنابي كاين العافيه والدنيا مقربله. رباني شاعر مبنج خوفي، راه الشاعر مبنج الخوف تاعو. حنا كاملين عارفين بان الشعراء ما كيقدروش يقولوا داك الشيء فاس، شحال من شاعر مظلوم وما كيقدرش يعبر عليه فاسينمون باش يواجهك به، ولكن هو كيعبر عليه بالشعر ديالو باش يوصل المعاني بحال المتنبي او بزاف تاع الشعراء اخرين. طريقي كل شوك وجاري حافي، عشت الزروالي الدنيا نجات الوافي. هالطريق اللي غادي فيها انا راه عارفه واعره وقاسها، واخا هكاك راني مكمل فيها واخا مازال كتعطيني العصا. مبقى كيبان قدام عيني تالون، مقيساني لحلاوة لما اللبان. راه الدنيا ولات كتبان ليا كلها كحله ومبقيتش كنشوف فيها النور، يعني ظلام الدنيا قدام عيني. ندير ليكونومي ولا ندير القانون، نتزوج سنه نفرش دار وصالون. راه واخا اللي درتي كيف ما درتي، كي درتي ايكونومي اللي تقدر تخدم بها في سيكشور بريفي، او درتي الدروه تقدر تخدم بها في سيكشور بيبليك او تخدم بها مع الدوله، يعني راه المصير تاعك في الاخر هو تزوج وتهز الكريدي من البنكه غتخلص في طريطات وانت خدام موظف. يعني الاوبجيكتيف تاعنا راه كاملين في بلاصه واحده. فيزاجي كالمون في الظل هواتي، راه واخا نبان لك وجهي مكالمي ولكن راه في الداخل تاعو راه شاعله فيه العافيه. كل ليله كنسول في حياتي نعيش الجوائز ولا غير كل ليله نشوف واش نحبس او نبقى عايش غير دوك الانجازات اللي درت من قبل وبلا ما نبقى نفكر في اللي جاي. وهو تالف دابا، وهذا السطر هذا بالذات كيبان لي بان بوز بحال كيفكر انه يحبس الراب، ان هذه القضيه انه يحبس ويعيش الانجازات اللي دار بحال انه وقف وجه الاب تاعو اللي هو المورفين اللي كان بدا معاه البيف. كل المغرب كله اعترف بيه بان بوز كان قوي بداك البيف، وهاد القضيه دخلت ليا في راسي شويه الشك. ايام ايام راه ماشي هكذا اللي نوينا، ويا ليام ليام. في الروفلان تاع التراك كيقول بانه ماشي بحال هكا كان ناويه، كانت النية تاعو يعيش بخير، تلقى راسو وسط له مو معايش وكيتحسر على الايام اللي داز. ايام ايام رحب فينا ظن والدينا، ويا ليام ليام. راه الوالدين اللي كيتسناو منا ان نصوفيهم راه مازال مساكن كيتسناو، وهذا هو حال كل شاب ضاع في هاد البلاد بسبب الحقرة او قلة الفرص. يا راسي فين غادي بيا تالين، احسن طمأنينة في كرش امي جانين. راه الراحة تاعو عاش غير نهار كان جانين في كرش امه، اما فاش خرج للدنيا راه تصدم. هكدا تكلم ابو الزراديش لي ناقص العقل كنبلو خراف. بحال هكا تكلم العقل تاعو، راه اللي ما كيفهموش راه كيبان ليه بحال شي مجذوب وغير كيخرف. راهو في الصراحه كينطق غير بالمعقول، كيقول الواقع المعاش وكيسالي التراك بالرفله اللي كيلصق في الراس تاع بنادم. راه واخا انت ما بغيتيش تسمع التراك، اول مره كتسمع ليه داك الرفله كيبقى لاصق عليك في راسك. ودابا غندوزو التراك الثاني اللي غنديرو ليه ريفيو اللي هو نوستالجيا 3. في هاد التراك ديما كيكون السوجي تاع التراك هو الحنين للماضي. الا سمعنا لهاد التراك ومشينا شفنا الحلقه تاعي اللي كنت حطيتها قبل 21 يوم وكان الموضوع تاعها هو قصه تاع بوز، وهاد الحلقه كنت حطيتها 3 سيمانات قبل، ولكن ما كنتش عارف شنو غيجي في هاد الاي بي. انايا راه غادي تلقى داكشي اللي كيقول هو في هاد التراك راه قلتو انا 21 يوم قبل. ما علينا نسمعوا التراك. 1995 زاديت ما شاورونيش غير حيت الولاد رمز النوتش كبرت تاكل كانيش. قال هنا راه تزاد في 1995، ولكن راه ماشي هو اللي بغى يتزاد في هاد التاريخ، راه جا داكشي غير بارازا او
غير على طواغ، وغير باش يبانوا والديه ناضجين وكبار، زعما راه تزوجوا وحتى شي واحد في والديه ما عاقل. وقال ملي تزاديت كنت بحال الكانيش، يعني كان بحال شي كليب صغير اللي ما فحالوش مسكين. لقيت راسي في عالم خدام يبان كيبان وغيره، عايش في عالم تاع واحد خدام، يعني باه كان غير خدام عند الناس، يعني ما فحالوش. الله يحسن العوان. مولود ينصنور هذيك لقيته مي بارون عايشين في حيوط الناس مستوره، واخا الظروف الحب انتصر ما تشرطو حتى شعره، ماشي كزواج اليوم اجيب لي حولي جيب لي نق. لوقيته او خا ما عندهمش الفلوس، ولكن راه كانوا مستويين بربعه الحيوط وكانوا عايشين الحب، والحب هو اللي انتصر في الاخر. اما في هاد لوقيته راه كلشي تبدل، دابا ولا الزواج بدفعوا في طياره وعشرة المليون في الصداع بحال داخل على بروجي في الضوح. وليد الصبر باغا دير عائلة دموع يسيلو، الوالد ملقى كيف وغارق غير في الشعر وليلو. وكيشوف الوالدة تاعو كتقاتل باش تأسس أسرة وتكون العائلة أحسن من اللي فات، وكيشوف الوالد تاعو ناسي الهموم غير بالشعر. ماشي الصوفينا غير عسينا على البرج وعبو، واخا تحول من ديك البلاصة فين كانوا ساكنين من، ولكن راه ماشي داروا لاباس، راه غير تحولوا باش يخدموا عند عائلة لاباس عليها. خويا الكبير محمد الله يرحمه ما شافته عيني، الله يرحمه مسكين والله يجعله من اهل الجنه. نجوج حطيت قاع في مدرسه ابن رشد، كنزيد خرافه على الاوهام اللي دازوا في الرضاعه. كيزيد خرافه على شي حاجه كبرت معاه او تزاد بها، وبغى يقول هنا ان التعليم زيرو وما عطاوش. تاريخ بادي بطوله فيها صلعوا من الزعيمه، فلسفه باديه بسم الله الرحمن الرحيم. فلسفه كتبدا بسم الله الرحمن الرحيم، وكاين بعض الفلاسفه كيقول بان الله ما كاينش، والضحك هذا وحق الله. طفوله دازت بلا توجيه ترباوي غير غادي، صنعوا الفئه اللي دق عليها مطرق هذا القاضي. الطفوله تاعو كانت غاديه وما تلقاش فيها واحد التربيه من بزاف تاع الاطر او من والديه اللي غادي يوجهوه ويعرف الطريق تاعو الصحيحه، ولكن الطفوله راه خاصها تكون باش ان القاضي يحكم عليهم من بعد في الجرائم اللي غادي يديروا. تخيل معايا المجتمع في الاطفال كلهم صالحين وكلهم التوجه ديالهم هما يديروا لاباس ويكون عندهم العقليه، القاضي ما يخدمش، المقدم ما يخدمش، البويس ما يخدموش، الاطباء ما يخدموش، حتى حاجه ما غتكون خدامه. ضروري من وجود واحد الفئه اللي كتخدم هادشي. نقوليك فيق هذا المغرب لا درتي ليه الكريتيك ايباني. فيق اولدي راه الا بديتي كدير النقد في بعض الاشياء في المغرب غادي يحيدوك من طريق. لي بارون كيصينوا الوظيف وانا مسني البزناس، كتبان لي طريق الفيتور غير كدبه صنعها الوطن الناس. والديه كيتسناو يخدم في الوظيفه، ولكن هو راه تبلى ولا كل نهار كيتسنى البزناس، فيعاود ما يمشي يقرا ويدفع السيفي لقى راسو بانه كل نهار كيضرب الزطله. هزيت ورقه وستيلو ونعلبو الصغير والبيرو، حطيت قدامي عدو يحلفت اللعوه جنحنيلو. شاف راسو ما غاديش يعطي في القرايه وبدل التوجه تاعو من شخص يقدر يكون موظف الى شخص يقدر يكون رابور ومعروف، وها هو وصل الحلم تاعو والطريق اللي مشى فيها ما خرجاش فالسو. برافو عليه. هالطاق تاع نوستالجيا 3 كيبان ليا بلي غادي نشوفو بزاف تاع نوستالجيا، لان بوز كل مره كيجي داك الحنين للماضي وكيخوي ليه في قلبو في ورقه وستيلو. ودابا غندوزو التراك الثالث اللي معانا اللي هو كاج، اللي كيعني بها القفص او السجن او الزنزانه، عبر كيف ما بغيتي مع عاصم. سمعوا التراك. اقل بها تخمامي اباشا تاني قضاري غير العيشه في الدل، الكونداليني في عظامي في بلاد الحياه حاجة اللي غارو ماتوا في الضم. هاد قلبك هاد خمامك هاد القضيه كيقولوها الشوافات تاع الكارطه فاش كتبغي تهز لك الفال كتقول لك شنو عندك. الا مشينا غير لجامع الفنا غتلقاهم موجودين، بحال الا باغي يوصل لينا بان باغي يقول شي حاجه اللي كنعيشوها او كيعيشها هوايا، وبغى يهز لينا الفال وبغى يقول اشنو عندك. شي مرعود وشي كامي وشي كيسين وراق القورية تلحلو الحبل. شي مرعود كيعني بها هو البزنات اللي كيبيع عليك الزطلة، راه هو ديما خايف من البوليس يشدوه. وشي كامي هو انت راه كتشري مع هاد البزنات، وإلا حصلو كاع البوليس كتسمى مستهلك، كضرب 48 ساعة تخرج فحالك. وزاد قال اش حمل واحد الحلم تاعه هو يتزوج قاورية باش يعتق راسو موساد البلاد ودير ليه الوريقة. ولفلو كاشيني قامي غير تلقو الراضي راه الودن اللي غتسمعو في السطل، يعني غير تلقوا دوك اللي كيقولوا الحقيقة او كينادلوا على الحريه. راه الناس اللي بغات تسمعهم راه ودنيهم لاصقين في السطل، والسطل هو شي واحد فاش كيسبك كيقول لك شمال راسك السطل ما كتفهم حتى شي لعبه، وفاهم انت بلا ما نزيد نحك. ولي ونعدان ما شماني يزم نغينيني بوغرم جيني رياس انتي سندان. هنا الامازيغيه الصراحه الخوت ما كنفهمش الامازيغيه، الدراري اللي كيفهموا الامازيغيه يشرحوا لنا هذه السطوره في لي كومونتيرات. كيسب سليم كنشرط في الحيط ايامي الاسقاط النجمي في منامي وجاثومي في طرف حات ايام. وشكون خونا اللي كيدير هذا البلان؟ هو المسجون فاش كيدير ربعه شرطه الطول وشاط وحده عرض باش يحسب شحال من 5 ايام دوز في الحبس، بحال اللي باغي يقول لينا انا راه مسجون في هذا البلاد. نان عندي لساني يا المحامي كي محمد الماغوت ساخ وطني عنوان. عنده لسان والمحامي بلا ما تدافع عليه، وانت داخل غير بالمعرفه، وفهم بنادم بلا ما تزيد نحكر،
الصراحة إلا جيت نشرح ليكم أشنو مازال بالسطورة غادي نلقى راسي كندوز في امتحانات على فاك في شي بلاصة أخرى. من الأخر الخوت بوز كيدق على الدولة كيجيهم فاست وراه السطورة باينين لمن موجهين. بوز من الروابط اللي كيبدعوا في الكتابة وفي التقنية توصيل الريمة. أنا كنحترم على هاد البلان وهادي ماشي غريبة على شي واحد الأب تاعو شاعر. ودابا ما تنساش معاك أبوني ولايك الفيديو وقول لي في لي كومونتير سمية تاع الرابور اللي بغيتي يكون الفيديو الجاي. قول لي أي رابور يكون في العالم في أي جنسية في العالم كيف ما بغات تكون الجنسية تاعها وخلي الباقي عليا ومعي غير دعمني بأبوني ولايك راه ساهلة خفن درك أبوني شي حاجة زوينة في لي كومونتير ونتلاقاو في الفيديو الجاي إن شاء الله.